صباحكم سعيد من جديد، والأشخاص أكيد اللي ما لحقونا يمكن من خلال استعراض فقراتنا لهذا الصباح ومن بداية مشوارنا بيوم جديد اللي بلش الساعة 8. اليوم رح نحكي عن موضوع في غاية الأهمية. اليوم رح نحكي عن الطفل ذوي الإعاقة اللي موجود بالأسرة، ولكن رح نحكي أكثر يمكن عن تعامله مع الإخوة والأخوات أكثر من يمكن تعامله مع الأب والأم. ما رح ننحي أكيد الأب والأم لأنه لهم دور كتير كبير كمان بهالموضوع، ولكن كيفية التعامل مع ذو الإعاقة اللي موجود بهاي الأسرة، هل قديش ممكن هاي تسبب مشكلة للإخوة والأخوات؟ هل ممكن إنه نستفيد منها من نواحي إيجابية؟ قديش مدى التحديات اللي ممكن إنه تمر فيها أي أسرة لديها طفل أو طفلة لديها إعاقة معينة؟ كل هاي التفاصيل وأكثر رح تكون من خلال ضيفتنا لهذا الصباح دكتورة علياء العبادي، وهي أخصائية تربية خاصة. صباح الخير دكتورة. صباح الورد. يعطيك ألف العافية. الله يعطيك العافية. أول مرة بتيجي معنا بالحديقة بهاي السنة؟ ثاني مرة. السنة هاي أول مرة. أنا عارفة لأنه بتذكرك أكيد استضفناكي سابقا. شو رأيك بأجواء المشمسة؟ رائعة جدا. الورد والخضار رائع جدا. بيعطي صباح منعش. صح، بيعطي طاقة إيجابية، وهذا الإشي اللي إحنا بنحاول قدر الإمكان يمكن إنه هيك نوصله لكل المشاهدين في ظل الظروف والتحديات يمكن الكبيرة اللي بنمرق فيها. واحدة من هاي التحديات هي وجود طفل ذو إعاقة أكيد بالأسرة. خلينا نحكي يمكن بالبداية عن هذا الموضوع، حكيتي لي جملة يمكن تحت الهواء كتير أيضا كمان أثرت فيه دكتورة عليا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا لك على طرح هذا الموضوع، ومزيد من التألق والنجاح نتمنى لك ولهذا البرنامج تسلمي. ولهذه المؤسسة الوطنية. زي ما تفضلتي وحكيتي، وجود طفل معاق يحتاج إلى مساندة ودعم. يعني دائما إحنا بنحكي عن دور الأسرة بشكل أساسي. وجود طفل معاق داخل الأسرة ما ممكن يتطور ويتنمى ويندمج داخل المجتمع بدون دعم الأسرة. هلا لما نحكي عن الأسرة كمكونات، إحنا بنحكي بالمرتبة الأولى عن أم أب، وبنحكي عن إخوة بالمرتبة الثانية. دور الأم والأب زي ما تفضلتي وحكيتي في مقدمتك إنه هو جدا مهم. الأم والأب دورهم داعم بالمرتبة الأولى، ولكن هذا الدور لا يكفي، لأن استمرارية وجود الطفل من ذوي الإعاقة هو في الحقيقة استمراريته مع والديه وأيضا مع إخوانه في المرتبة الثانية. دائما وجود طفل معاق ليس شيء سهل بصراحة، ودائما الأسر اللي ربنا العالمين ابتلاها ورزقها بطفل من ذوي الإعاقة، وجود هذا الطفل ليس بالشيء السهل على الأسرة. في عنا انعكاسات كتير بتكون على وجود هذا الطفل داخل الأسرة، منها تحديات اجتماعية، يعني بصير وجود هذا الطفل وانعكاسه على الأسرة بيأثر بشكل أو بآخر على العلاقات الاجتماعية للأسرة الداخلية وأيضا الخارجية. بضيف وجود طفل معاق أيضا جانب من الضغوطات النفسية للأسرة، القلق، الاكتئاب، قلق المستقبل لهذا الطفل ذوي الإعاقة. إيش مستقبل هذا الطفل؟ كيف رح يتعلم؟ تكوين الأسرة، العمل فيما بعد إذا فقد الوالدين شو رح يصير؟ هذا يعني تحدي كبير أيضا على الأسرة. هم الأهل بيقلقوا على الشخص اللي يمكن ما عنده أي إعاقة وقادر إنه يعين نفسه ويتحرك، فما بالك في الشخص اللي ممكن إنه يكون في عنده تحديات وصعوبات معينة. تمام. أيضا في عنا عامل كتير مهم بيأثر على الأسرة وهو العامل المادي. العامل المادي طبعا. وجود طفل معاق لا شك إنه بيضيف أعباء مالية على الأسرة، سواء يعني جوانب طبية، سواء أجهزة، معدات، مراكز تربية خاصة. هذا كله يعني كل هذه العوامل تؤثر بشكل أو بآخر على أو يضيف أعباء على الأسرة. ولذلك تأثير هذا وجود هذا الطفل المعاق سينعكس بشكل أو بآخر على الإخوان. في عنا موضوع كتير مهم. أولا بدنا نحكي عن نسب انتشار عنا في العائلات الأردنية. نسبة الإعاقة عندنا في الأردن 13%. هذا معناه يعني عندنا نسبة ليست بالبسيطة كنسبة انتشار بالإعاقات المختلفة. ثانيا بدنا نحكي عن علاقات الإخوان بين بعضها البعض، هي تتأثر بعدة عوامل. يعني هذا العامل متأثر بنوع الإعاقة ودرجة الإعاقة بالدرجة الأولى. ثانيا بمستوى دعم الأهل، يعني عموما العلاقات بين الإخوان قد تسودها علاقات بين قوسين إيجابية أو علاقات سلبية. كيف بتتكون هاي العلاقات؟ بالعلاقات الإيجابية أو
والسلبية، هذا ما رده إلى طبيعة التنشئة الأسرية اللي وفرها الوالدين. كيف استطاع الوالدين الأم والأب أن يدعموا وجود هذا الطفل المعاق ويكون بشكل إيجابي؟ هلا الجانب الإيجابي لوجود الإخوة المعاقين ممكن يكون كثير من الأسر بتربي ابنها وبتربي أولادهم على أنهم يدعموا وجود هذا الطفل المعاق، يدمجوا في المجتمع، يساعدون في المهمات الأكاديمية، يساعدون في الجوانب المهارات الحياة الأساسية. بتعرفي أن الأطفال من ذوي الإعاقة في عمر مبكر بيحتاجوا إلى الآخرين في دعمهم عند بعض الإعاقات، فهذا الدعم الإيجابي المقدم من قبل الإخوة تجاه أخيهم المعاق. في عنا على السايد الآخر أو على الجانب الآخر عنا بعض الجوانب السلبية أو بعض المشاعر السلبية اللي ممكن تتولد عند إخوة الأطفال ذوي الإعاقة. يعني طبيعي يمكن دكتورة عليا لو كل شخص هيك ممكن إنه يتخيل الموقف، يحكي إنه الأطفال وبالذات لما بنحكي عن إخوة وخواتهم من نفس العمر، يعني فرق سنتين، فرق ثلاثة، فرق أربعة، يعني مش هداك الفرق، فهم أصلاً زي ما هو يعني مش عارف شو ماله، هم كمان مش عارفين شو ماله، ولكنه شعرينه إنه هو مختلف تماماً عنهم. إذا بدنا نحكي أو بدنا نقسمها بداية وهم صغار قبل ما يصير، لأنه في مراحل أتوقع يمكن للتأثير السلبي اللي بدك تحكي عليه. عموما دائما هذا موضوع المشاعر اللي ممكن تتولد بشكل أو بآخر عند الأطفال هو ناتج عن تحمل المسؤولية. يعني الأم والأب كشكل من أشكال دعم هذا الطفل بدهم يوزعوا المسؤوليات لهذا الطفل، فجزء من توزيع المسؤوليات للإخوة المعاقين ممكن يولد عندنا مشاعر سلبية. يعني ديري بالك على أخوك، ساعد أخوك في الطعام، في استخدام التواليت. ستي إحنا عندنا بعض الأطفال المعاقين بيحتاجوا زي مثلا الإعاقات الحركية أو الأطفال اللي عندهم شلل دماغي، إحنا حتى أثناء النوم إحنا بحاجة إلى متابعة من قبل الوالدين قبل الإخوة. يعني أثناء النوم إحنا بين فترة والتانية بنحتاج أن نساعدهم في التقليب أو تغيير مكانهم حتى يناموا بشكل مريح. هذا عمليا أنت بتحكي عن دعم متواصل لهذا الطفل. بالضبط، الأم والأب لوحدهم ما بيستطيع يقوم بهذا الدور، فبتوزع الأدوار. بسبب توزيع الأدوار أحيانا على الإخوان بتولد عندي بعض المشاعر، خليني أحكي شوي السلبية اللي ممكن تتولد عند الإخوان، منها مشاعر الغيرة. كيف مشاعر الغيرة؟ أحياناً وجود طفل معاق، التركيز على هذا الطفل من قبل الوالدين قد يعني يولد مشاعر الغيرة من قبل الإخوان. يعني كل شيء بده إياه فلان أنتوا بتلبوا له إياه، كل شيء بدنا إياه، أي شيء بدنا نحصل عليه ممكن نحصل عليه عن طريق هذا الطفل المعاق. وبينسوهم أحياناً، بينسوهم بصفي الأخ أو الأخت، إذا بفكر بينه بحاول لك أنا وين من كل هاد؟ بالضبط، أنا منسي. بالضبط، أنا ما في حدا عم يلتفت لإلي ولاحتياجاتي وشو بركي بدي حتى احتياجاتي حتى إني أحكي. ولذلك هم يلجأوا إلى بعض الأساليب للفت الانتباه. يعني مثلا وجدوا في بعض الدراسات أن الأطفال اللي عندهم معاقين سمعيا إخوانهم ممكن يلجأوا إلى أنهم هم ما يسمعوا أو يتجاهلوا السمع أو يعملوا حالهم عندهم ضعف القدرات السمعية حتى يجذبوا انتباه أهاليهم إلى هؤلاء إلى والديهم. فبالتالي عندنا بعض المشاعر اللي ممكن تتولد عند الإخوان ناتجة عن الغيرة من اهتمام الزائد إلى للوالدين. في إن مشاعر أخرى قد تتولد القلق المستمر من الإخوان. يعني ممكن تستغربي إنه ممكن بعض الأسر مثلاً وجدوا في الدراسات إنه الأطفال اللي عندهم حالات الصرع الإخوان عندهم قلق مستمر إنه ممكن يصابوا بهذه الحالة نتيجة وجود حالة من نفس الأسرة. في عنا مشاعر قلق مستمرة من نفس الإخوان على مستقبل أخوهم، وإنه إحنا لأينت بدنا نضل نقوم بهذا الدور وهذا التحمل المسؤولية إلى، وإذا غاب أحد من الوالدين كم العبء المضاف إلى. أنا دكتورة علي ما بدي أقاطعك، بس طبعاً. بدي يعني لأنه ما نضل معنا وقت، فبدي أخذ بالآخر يمكن طبعاً. كمان زي ما أنت قلتي أوقات كتير البنت أو الرجل أيضا بيقلق أنه كيف بده يتزوج، خاصة أنه الثقافة المجتمعية إحنا يمكن ثقافة المجتمع برضو كمان ممكن أنه تخلي القلق هذا موجود. ولكن ما بدي يمكن يعني أنهي هذه الفقرة قبل ما تعطينا هيك جزئية كتير بسيطة لأنه ما ضل معنا وقت، الحلول كيف بنقدر أنه نتجاوز هاي كلها التفاصيل اللي ممكن هي كتير كبيرة. بالضبط،
أولا زي ما حكيت برجع بحكي المرتبة الأولى هم الوالدين، لذلك العامل الاجتماعي عفوا والتعليمي بالنسبة للوالدين وثقافتهم لها دور كبير إنها تزيد من اهتمام هؤلاء الأطفال. لذلك أنا بعطي الأطفال مهمات موزعة، يعني بلغتنا العامية إذا الحمل توزع بخف، فبالتالي ما بدنا يعني نخلي حمل أو ثقل معين لطفل واحد أو لأخ واحد، خلينا نوزع الأدوار، خلينا نعطي دائما أنه هذا شخص مهم، أنه هذا إنسان سيتقدم وسيكون منجز في بالضبط. جزء مهم كتير مهم إن إحنا ندمج هذا الطفل المعاق، الدمج على فكرة كتير مهم بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة في ثقتهم كمعاق وأيضا لتقبل هذا الطفل والإخوان مع أخيهم المعاق. يعني شكرا كثير لك دكتوره علياء العبادي، وانت متخصصه في التربيه الخاصه، على هذا الموضوع. بتمنى كل الاهل اكيد ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، وانا مش متذكره يمكن اسم صبيه ولكنها فعلا يعني احييها، دائما بشوفها يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي متصوره هي واخوها هذا متلازمه داون، مبسوطه فيه وهو سعيد كثير فيها. الله يخليك اكيد كل الاخوه والاخوات والاسر اكيد لبعض. شكرا لك، الله يخليك، تسلمي، الله يعطيك العافيه.